نقدر نقول ان الاهلي والزمالك في المباراه النهائيه ولا الاهلي بس حتى الان؟ الزمالك بنسبه 95% ان شاء الله. 95؟ اه طبعا طبعا. لا الزمالك اقوى بكتير، نسختين الوداد والرجاء اضعف بكتير جدا من الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك حالتهم جيده وحاله 90%. مين افضل، الاهلي ولا الزمالك كابتن؟ الاثنين قوة، يملكوا من القوة والمستوى المرتفع سواء على المستوى البدني أو الفني. إثبات الزمالك خارج الملعب تؤثر عليه ولا قادرين يفصلوا الفرقة؟ اللي أنا شفته في ماتش الرجاء قادرين يفصلوا الفرقة. يعني في فصل وحجم الحدث يخلي اللعيبة تهتم بال إنها تفصل. يعني حجم الحدث إنك إنك بتلعب على بطولة إفريقيا، وإنك وده بان في ماتش الرجاء من قوة اللعيبة وثباتهم في الملعب وأدائهم الفني العالي سواء في الناحية الدفاعية أو الناحية الهجومية. أنا بعتقد إنه واضح جدا إنهم فاصلين بشكل كبير جدا. كنت